السلام عليكم حبايبي، كيف اخباركم؟ طمنونا عنكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه وسلامه. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. وصلنا طرد غذائي، احنا من قبل رمضان ما وصلنا اي طرد، هالحين وصلنا هذا الطرد يعني اكثر من شهرين. فهذا الطرد وصلنا من تركيا زي ما انتم شايفين، وهي الاسم الجمعيه المتكفله في الطرود اللي وصلتنا منها. حبيت افتحه معكم وافرجيكم مكونات هذا الفيديو. بسم الله. شايفين شو الورقة اللي بعتينا اياها؟ هذه لرمضان كانية، بس على هو العدد كبير، عدد السكان كبير، فأجلوها وجابوا لنا اياها في الموعد هذا لانه كاتبين رمضان مبارك. تمام، هنشوف الحين المكونات. عنا وافر بسكوت 2، عنا كمان هذه، والله مبينة هذه عائلية، وهذه معكرونة، جايبين كيسين معكرونة من الكبيرة، وهذه معكرونة سباكيتي، هذا زبيب، شايفين ما شاء الله كتير حلو مبين، وهذه حلاوة، حلاوة طحينية سادة، هاي كمان معكرونة، هذا حمص، حمص كيسين حمص، هذا رز، هذا رز مصري الحبة القصيرة، شايفين كيف حبته، ان شاء الله يكون مبين عندكم. هيو تقريبا هذا كيلو، 1000 جرام كيلو. هي كمان معكرونة سباكيتي، هيك صار عنا 3 معكرونة سباكيتي، 3 من الملولو، وهذا كمان يعني 2 كيلو رز مصري بعتيهم. هي تاني كيس مع في رز. هنا عدس عنا احمر شان الشوربة، وهذا برغل برضو كيلو، شايفين كيف؟ هنا علبة صلصة يعني أقل من كيلو بإشي بسيط، شايفين؟ هين كمان كيس عدس، هيك صار 2 كيلو عنا عدس، واتنين عنا برغل، لا برغل كيلو، واتنين رز، واتنين حمص. هذا شو؟ هذا سكر. قديش وزنه؟ استنى اشوف. هذا تقريبا 2 كيلو بس مش مبين. كم وزنه؟ تقريبا 2 كيلو هذا سكر. وهذا 2 كيلو صار عندنا ايش؟ برغل. عندنا كمان علبة حلاوة، حلاوة سادة، صار عندنا علبتين هيك حلاوة سادة. وعندنا 2 لتر زيت دوار الشمس، احنا بنقول عنه زيت سيرج. إذا سمعين صوت الزنانة ما نسمحونا، الزنانة هيك إلها فترة ما بتهدى ولا دقيقة، إن شاء الله هيك الفرج عن قريب يا رب. وهنا عنا طحين 2 كيلو، شايفين؟ حبايبي ما تنسوا تصلوا على النبي واشتركوا في القناة وحطوا لايك. حبايبي بدي دعمكم حتى نوصل هذا الفيديو لأكتر عدد من المشاهدات واللايكات عشان أستوفي الشروط، والله يجزيكم كل خير يا رب. شايفين حبايبي ما شاء الله الكابونه قديش كبيره، هذه اول مره تصلنا كابونه بهذا الحجم او طرد غذائي زي ما انتم شايفين. شايفين احنا بنتشكر كل الدول، مش بس دوله تركيا، كل الدول العربيه اللي بعتت لنا مساعدات، الله يجزيهم كل خير يا رب، وربنا هيك يحمي الجميع يا رب وتخلص هذه الازمه على خير. وما تنسونا من صالح دعائكم، امين.